عليكم. اليوم نروح ونشوفوا عملية التدشين نتاع الساحة نتاع اللي تقع وسط مدينة أمبواقي، وهذه الساحة اللي تعود يعني إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي كانت مهملة، وتم يعني إعادة تأهيلها وتجديدها. وهذه الأشغال هذه المفروض ضرورية وتكون تندار بصفة طبيعية وبصفة روتينية حتى نقول، يعني هذه المساحات لازم تكون فيها يعني صيانة، ولازم تستعمل يعني مواد ذات نوعية كبيرة وتكون لافينيسيون، لأنه هنا حسب ما رانا نشاهد الصور يعني ان ترافاي باكلي كما نقولوا. والله نبقى نتأسف وأن نطرح عدة تساؤلات مع أنفسنا حول هذه الأشغال التي تدار هنا وهناك. أمر يبقى محير. أترككم تتابعون العملية تاع التدشين هذه نتاع ساحة الشهداء بمدينة أمبواقي، والسلام عليكم. مسها الجمال لسنوات طويلة، الحمد لله بعد أشغال تهيئة التي قمنا بها على مستوى حديقة الاستقلال، وهي الحديقة الثانية بعد حديقة الشهداء على مستوى مدينة أم البواقي. هذه الحديقة التي تعتبر فضاء ومتنفسا للعائلات والأفراد والأطفال، الحمد لله ستكون هناك نشاطات يومية داخلها، وإن شاء الله ستكون هناك متنفس كما قلت لكل العائلات على مستوى ولاية أم البواقي. كذلك ستكون هناك ألعاب ستوضع في هذه الحديقة في الأيام القليلة القادمة. إن شاء الله هذا البرنامج الذي قمنا بإعداده والذي سيمتد على مستوى كل بلدية الولاية، حيث هناك أشغال أخرى في حديقة ثالثة، وهم مما يجعل عاصمة الولاية تعرف انطلاق وفتح 4 حدائق كبرى.